bienvenue dans... Je lui disais les gens, écraser les gens de l'autre. أريد أن أشكر السلطات البلد التي منذ إعلان عن وفاة أخينا أبي تيسيه عبروا عن استعمالهم لإحضار جثمان الأب أبي تيسيه. هو كان إنسان طيب، إنسان يعني يحب الجزائر، كان يحب الجزائر حتى الجزائر كانت تحبه أيضا. كان رجل عظيم وراجل اللي يحب الحوار بين الديانة، وراجل أنا اللي عجبني فيه أن هذاك الحب تاع الجزائر، واليوم راك تشوف كيف الجزائر يترجع له هذاك الحب.